زين السؤال اللي يتهمني على يتهمني على اي اساس؟ وعلى اي اساس يصنف؟ احنا نعرف معايير التصنيف بالكويت. يعني لما نقول مجرم هو الشخص الذي ادين بحكم نهائي في قضيه بجنايه او جنحا، وصف قانوني محدد لكن خارج عن القانون. هذه بالنسبه يعني اي دوله من الدول يعني الزينه هذه، منو خارج عن القانون؟ يمكن اللي خز الحاكم، هذا خارج عن القانون، هذا قليل ادب. زين شو نسوي؟ يعني نعرف عندنا بنظام القانون، ما نعرف الاخوان هذول يعني كيف تصبح خارجا على القانون وبالتالي تصبح مطلوبا.